يا روحي طالع بتجنن. أنا متوتر شوي. اسمعني رح أقول لك سر. التوتر منيح. يا أخي كرم قال لي مثلك. شو بدك تعمل بهاد؟ ممكن أني أحتاجه بالأخير. لكن رح أحط لك يا هون. ماشي. وأنا كمان رح أحط شنطتي مشان ما تضل بإيدي. إيه حطيها. لكن انتو شو عم تعملوا؟ رح تبلش المسرحية؟ لكن خليني روح مشان أخذ مكاني. موفق حبيبي. شو عم تعمل يا ابني؟ سيدي ابني هلأ هيك بفكروك مبتدئ. تمام يلا لشوف. برافو. كان يا مكان بقديم الزمان بسالف العصر والأوان، كان الليل أطول من هلأ وكان الشجر أكتر 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 أكتر. لما كنت صغير كانت أمي تهزلي تختي شمال يمين يمين شمال. وهلأ أنا رح أعرفكن عاللي بيقولوا عنه الفتى الأصلع. أنا بينا دولي الفتى الأصلع، قوي كتير وزكي كتير وما بخاف من أي شي. إيه قوي وزكي قوي وزكي. يلا بس. الحب بيحتاج شخصين، يعني واحد منهم أصلع والتاني لازم يكون كتير حلو. رح يوصلوا. مجد كل واحد فيكم ياخد موقعه. بالمختصر لما مرق الشاب الأصلع بين الزحمة وقدر أنه يفوت على القصر، وقتها شاف بنت الملك من بعيد، وكانت بنت الملك حلوة كتير وحبها من أول نظرة، وبنت الملك تأثرت كتير بالشاب الأصلع، وهذا الوضع لفت نظر الملك فورا. على فكرة أنت شاب حلو محترم كتير يا أصلع. بعد ما أجوا الأعضاء على القصر وقبل ما يبلش الملك بشرح المسابقة، فهم أنه بنته معجبة بالشاب الأصلع. مين هو الشخص اللي اسمه الشاب الأصلع؟ كيف بيتجرأ يحب بنتي؟ مسكوا جيبوا لي يا يلا. شو الوضع عندك موسى؟ نحن رح ناخد تحسين بس انت تأمرنا حضرة المدير. جيبوا لي يا. وقف صف على اليمين يلا. خدمة الغرف. سل على الأرض، سل على الأرض، يلا على الأرض، بطيح يلا فراسة على الأرض. تلعوا يلا يلا. واقف عندك يلا. خلوا الاثنين ينبطحوا على الأرض. فتشوا منيح. لا تتحرك. اسمعني منيح يا أصلع، أنا بصراحة حبيتك. إذا قتلت الحية اللي بسبع روس وجبت لي إياها، وقتها رح زوجك بنتي.
يا ملكي إذا علاج لراسي الأصلع ما لقيت كيف بدي روح لاقي حية بسبع روس؟ بنتي ليش حبيتي هذا الأصلع؟ حبيته لأنه شجاع وقوي. وبعدين وقف وزير القصر وبلش يشرح طريقة المسابقة للأعضاء المرشحين ليكونوا عرسان لبنت الملك واللي جايين من كل البلاد ليثبتوا شجاعتهم. يلا افتحوا الأبواب. يلا أسرع أسرع بسرعة. يلا بسرعة بسرعة يا شباب بسرعة. عمهلك عمهلك شيل على مالك. افتحوا هذا اللي افتحوه. شوفي شمسية حضرة المدير. شمسية لكان. شوفي بألف الكراتين كمان. شمسية سيدي. وهي شمسية حضرة المدير. لك كيف هيك؟ بالله عملك شو عم بصير؟ شو مين هاد؟ تحسين إشيك؟ مو هاد تحسين. حضرة المدير نحن كمشنا تحسين بس طلع غير حدا. كيف غير حدا يا موسى؟ اللي كيف هيك صار؟ ما بعرف كيف هيك صار. الله ياخدكم كلكم كلاب. رح يطلع من هون ويوقف بالجهة اللي بتشرق منها الشمس. شو صار؟ فتحوا لك صناديق الشماسي. خمس هضاب. ما عم صدق. ايه معلش خليهم يفتحوا اللي بدهم اياه. لو تشوفون كيف عم يحاكوا حاله. وكمان داهموا الفندق على اساس كمشوا تحسين اشيك. بابا يوسف جن على الاخر. الشاب الاصلع وباقي الاعضاء طلعوا على الطريق بس في كتير من الاعضاء هن وطالعين على الطريق استسلموا والشاب الاصلع اكل اللي لقاه بالغابة وقدر ينفد من الجوع. البقية بس عبروا خمس هضاب. من شوية الشرطة قدرت تمسك تحسين إشيك. يا تحسين إشيك أنه هو حدا كتير قوي ومستعد يعمل أي شيء لحتى يوصل للأميرة ويقدر يتزوجها. كان التحدي بالنسبة له كتير كبير بس هو فاز بهالتحدي وأثبت للكل أنه الحب بيعمل المعجزات. هلا فيك تلي إذا لدي عجبتك. فعلا الحب بيعمل معجزات. حلوة كتير عجبتني. ولازم الواحد يضحي من شان يوصل لهدفه وأوقات التضحيات بتكون كبيرة كتير.